مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السابع، نلتقي بكم مجددا في ظل لغتنا العربية الجميلة في درس جديد، وهو تطبيقات على قصيدة الشباب الإسلام التي مرت معنا. نستذكرها معكم سوية من خلال هذا النص. نستمع سوية أعزائي الطلاب. إذن النص الثالث، نستمع سوية. شباب الإسلام، ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا، يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا. شباب لم تحطمه الليالي، ولم يسلم إلى الخصم العلينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. دعوني من أمان كاذبات، فلم أجد المنى إلا ظنونا. وهاتوا لي من الإيمان نورا، وقووا بين جنبي اليقينا. أمد يدي فأنتزع الرواسي، وأبني المجد مؤتلقا مكينا. إذن استمعنا أعزائي الطلاب إلى هذا النص الجميل. الآن دعونا نناقش مجموعة من الأسئلة على هذا النص. نبدأ نختار سؤال من هذه الأسئلة. إذن كما تريد يا بني، كما تريد. إذن نختار السؤال الأول. إذن السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. كلمة قرونا الواردة في الأبيات جمع قرن، وهو مدة من الزمن مقدارها. ما مقدار القرن؟ كلمة قرن ما مقدارها؟ هل هي 10 سنوات؟ هل هي 100 سنة؟ هل هي 1000 سنة؟ كم؟ إذن أحسنت يا بني، أسمعك، أجبت أنها 100 سنة. نرى إذن هل الإجابة صحيحة؟ نرى الآن. أحسنت يا بني، أحسنت بالفعل، إنها 100 سنة. أحسنت، بارك الله فيك. الآن نعود إلى السؤال الجديد، إلى سؤال جديد. الآن فلنختار السؤال الثالث. نرى السؤال الثالث، ما الفكرة العامة التي تعبر عنها الأبيات السابقة؟ ما الفكرة العامة؟ ما برأيكم الفكرة العامة؟ أحسنتم. هي نرى كما قلت يا بني، التذكير بماضي الأجداد. نرى الآن، بالفعل صحيح. إذن التذكير بماضي الأجداد العظيم. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن جواب صحيح. ننتقل الآن إلى سؤال جديد، فليكن السؤال الثاني. أحسنت، السؤال الثاني، الشاعر كاتب النص السابق، هل هو جامع هاشم الرفاعي، أم الجاحظ، أم الشاعر هلال بن بدر البوسعيدي؟ إذن أحسنت يا بني، زميلكم يقول أنه الشاعر جامع هاشم الرفاعي. إجابة صحيحة، أحسنت، بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى سؤال جديد. نرى الآن، إذن أين نقف؟ إذن السؤال الخامس. نرى السؤال الخامس. إذن السؤال الخامس يقول، اشرح الصورة الجمالية التالية، وهاتوا لي من الإيمان نورا. إذن صورة جميلة، شبه بما أحسنتم. إذن شبه الإيمان بالنور. إذن وهو الإيمان بالفعل، الإيمان كالنور. نرى شرح هذه الصورة. أحسنتم يا أبنائي. إذن شبه الشاعر الإيمان بالنور.
الذي يضيء الطريق المظلم. فالإيمان مشبه والنور مشبه به، وهو تشبيه بليغ. أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. إذن ننتقل إلى سؤال جديد الآن، فليكن السؤال، أحسنتم، الرابع. نرى السؤال الرابع: ما هي صفات الشباب التي بدت لك من خلال النص؟ إذن النص تحدث لنا عن صفات الشباب، ما هي الصفات؟ أحسنتم، أسمعك، الإخلاص، أحسنت أيضا، الأمانة، أحسنتم أيضا، التمسك بالدين، أحسنتم. نرى الآن، نرى الجواب، أحسنتم. إذن نرى الجواب، إذن أحسنتم: الإخلاص، الأمانة، قوة الإيمان، الشجاعة، التمسك بتعاليم الإسلام. بارك الله فيكم، أحسنتم. إذن أحسنتم، هذه صفات الشباب. إذن الإخلاص، الأمانة، قوة الإيمان، الشجاعة، العلم أيضا نضيف، أحسنتم بارك الله فيكم. الآن نتابع مع السؤال، أحسنتم، السادس، السؤال السادس. إذن السؤال السادس يقول: أعرب من النص ما يلي: أخضعها وإني. هل كلمة أخضعها اسم أم فعل؟ أحسنت بني، إنها فعل. هل يدل على الماضي أم الحاضر؟ أخضعها، أحسنت، يدل على الماضي. إذن نرى الجواب الآن، إذن أخضعها فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. والآن الكلمة الثانية، كلمة إني، بماذا تذكركم كلمة إني؟ أحسنتم، أحسنتم، بالحروف الناسخة، بالحروف الناسخة، أحسنتم. إذن حرف مشبه بالفعل أو حرف ناسخ، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. إذن بارك الله فيكم. إذن نتابع الآن، نتابع. إذن في السؤال السابع، السؤال السابع وهو واجب بيتي. نرى السؤال، إذن اكتب ثلاثة أبيات من نص الشباب، استخرج من النص فعل متعد وحدد مفعوله، وفعل لازم وحدد فاعله. إذن من خلال القصيدة نريد استخراج كتابة ثلاث أبيات غيبا، لأن القصيدة مطلوبة حفظ غيب، ونريد استخراج فعل متعدي ونحدد مفعوله وفعل لازم ونحدد فاعله. بارك الله فيكم، نرجو أن تكونوا قد استفدتم. نترككم على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.